الأهلي يفقد لقب البطل بكأس مصر بعد خسارته 2-1 في النهائي. كابتن علاء، نتيجة يعني ما كناش نتمناها. ما كنتش اتمناها، لكن هي حصلت، وهي المباراة حسمت من الشوط الأول. مظبوط. يعني قبل بس كل حاجة لازم نقول مبروك لنادي الزمالك على الفوز ببطولة الكأس. يعني هارد لك النادي الأهلي الشوط الثاني، لأن الأخطاء بتاع الشوط الأول لأيمن كلفتك بطولة من الآخر. يعني إحنا كنا بنتكلم في الاستوديو في الأول، وقلنا التعامل مع مثل هذه المباريات، التعامل مع مثل المباريات لازم يبقى في كل وقت أنت بتحسب الدقيقة أنت هتعمل فيها إيه. لكن أنت الشوط الأول أنت ما كانش النادي الأهلي خالص، يعني ما كانش النادي الأهلي في أي حاجة، ولا روح ولا أداء ولا يعني المقاومات اللي إحنا اتكلمنا عليها في الأول. والزمالك قدر يحرز هدفين، وكان ممكن النتيجه تبقى عاليه جدا الشوط الاول. لازم نتكلم يعني باللي حصل في الملعب النهارده واللي نشفته كله. احنا خسرنا الماتش الشوط الاول. الشوط الاول انت خسرت البطوله، انت خسرت البطوله الشوط الاول. حاولت الشوط الثاني بالتغييرات بصلحت شكل اللعيبه، ودي بكتب عليها مليون خط. شكل اللعيبه في الملعب هو اللي فرق معاك، يعني كل واحد لاقي في مكانه، كل واحد في الحته بتاعته. بقى شكلك مقبول، انا مش عايز اقول شكلك مقبول احسن من الشوط الاول، واحرزت هدف. لكن هي المشكله ايمن بعد ما احرزت الهدف بعد الهدف. يعني يا جماعه احنا عارفين النادي الاهلي ان بعد الهدف حتى لو متاخر ثلاثه الموضوع بيختلف، الموضوع مختلف تماما. يعني انا ما بحبش اقول زي مش عارف جيل كذا وجيل كذا، لا يعني الجيل كان فيه اسامه، ماتش الاتحاد الليبي احنا خسرين في ليبيا 2-0، كنا لازم نكسب ثلاثه هنا وكسبنا ثلاثه، اسامه كان موجود معانا. لكن انت الرغبه يا ايمن، انت عاجز، انت بتدور على هدف، فالهدف جه الحمد لله، ادور على الثاني وادور على الثالث، لكن بس ادور حتى على الهدف الثاني بهدوء وبشكل، لكن مش بعشوائيه. يعني انا اسف اتكلم كلام كده، بس هي عشوائيه. والزمالك سلم الشوط الثاني، اداك الشوط الثاني تماما، يعني اعتمد على هجمه مرتده، ويمكن تغييره الجزيري ريحت دفاع النادي الاهلي خالص. لكن هو في الاخر قدر يطلع بالمكسب، بالبطوله، بالكاس اللي هو دايما بيدور عليها. هو فوجئ بشكلك الشوط الاول زي ما كلنا فوجئنا بشكل الاهلي في الشوط الاول. كلنا جماهير النادي الاهلي كانت في صدمه في شكل النادي الاهلي، مش في الاداء، في حته الروح والحماس والجري، اللعيبه في الجري وكده. ما هو انت الشوط الثاني ما انت جريت وحاولت وبقت تجري اكتر من الشوط الاول. طب ما لما في يعني لما المخزون البدني ده موجود والروح دي موجوده، ليه لازم اكون متاخر 2-0 عشان ابدا اجري واتحرك وادوس على نفسي؟ وفي حد في الشوط الثاني ما جريش؟ كله بيجري بس كله جري بيلهس ولا عايز التعادل. فحته تفكير انت مش فاكر كويس. في بعض اللعيبه لازم، انا بقولها للمره الثانيه، بعض اللعيبه لازم موقف حاسم معاها. دي مش لعيبه النادي الاهلي، ما ينفعش من الاخر، ما ينفعش بعض اللعيبه بقول. لكن في لعيبه بتحاول، وحتى التغييرات نفعت. يعني الراجل وليد حاول، محمد محمود حاول، حسام احرز هدف. تغييرات خلت شكلك كويس. لكن لا، انا مش النادي الاهلي اللي ابقى متاخر اتنين يا ايمن وكله قاعد على اعصابه وبندعي يا رب نتعادل. عمرها ما حصلت دي، ما ينفعش. يعني ما ينفعش. انا قلت في اول الاستوديو وكلنا اجمعنا على كده حتى قبل ما نطلع هوا، قلنا هزيمه بيراميدز هتخلي الموضوع النهارده مختلف، لدرجه ان يعني قبل المباراه جماهير الزمالك خايفه. انت متخيل جماهير الزمالك قلقانه ان انت خسرت من بيراميدز؟ عشان هم متخيلين ان النادي الاهلي لما بيخسر مباراه المباراه اللي بعدها بتبقى بين قوسين كده وبال على الفريق المنافس. وبال، عارف يعني ايه وبال؟ اللي هو هيفضل يحسب ال 90 دقيقه تعدى عليه ازاي، لانه عارف نوعيه لعيبه النادي الاهلي لما بتخسر مباراه مش تخسر بطوله. لكن البدايه النهارده صدمه، يمكن صدمه حتى اللعيبه نفسها. ولعيبه نادي الزمالك اتحداك لو سالت واحد فيهم تقول له هو النادي الاهلي انت كنت متخيل ينزل كده؟ اتحداك، ولا حتى المدير الفني بتاعهم. لكن هم لقوا فريق خلاص اقدر اكسب واحد واثنين وممكن ثلاثه واربعه، وبرده في الماتش الشوط الثاني في كوره جت في القائم بتاعت اشرف بن شرقي. ف ماشي، هارد لك لعيبه النادي الاهلي، مبروك للزمالك. لكن بطوله تضيع منك في بطوله تضيع منك، لا، لازم وقفه صح زي ما احنا بنقول، وقفه صح. انا ما حملش حد على فكره خساره النهارده. احنا فريق اسمه فريق النادي الاهلي، فريق بيكسب النادي الاهلي، وفريق النادي الاهلي هو اللي بيخسر او بيحصل اي تعثر. لكن النهارده انت ما تستحقش المكسب،
انت البطوله طلعتها طارت منك في الشوط الاول، ضيعتها بايدك على فكره، بايدك كده اديت الشوط الاول لفريق قوي محترم بيعرف يستغل الفرص، عنده لعيبه خطر، واتكلمنا المشكله اللي احنا الاربعه واحنا او الخمسه كمان، انت كمان اتكلمت على خطوره لعيبه النادي الزمالك وفي انهي منطقه وفي انهي، يعني انت متخيل الكلام اللي احنا كان فيه كله هو اللي حصل منك، حتى لو في خطا في الشوط في الهدف الاول من الشناوي مش معنى ان في خطا يحصل يبقى لازم يجي فيها هدف، لكن ماشي موافق. انا على فكره انا يعني كواحد محب النادي الاهلي موافق تضيع مني بطوله، مع ان على عيني الموضوع ده بالنسبه لي مش مقبول، لكن ماشي بطوله ضاعت لازم، لا لازم لازم برضه للمره الثانيه بعدها في نفس الاستوديو لازم في ناس كتير قوي تعرف قيمه النادي الاهلي. يا جماعه النادي الاهلي قيمته كبيره جدا 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 فوق ما تتخيلوا، النادي الاهلي قيمته كبيره قوي. اخسر انا موافق اخسر، بس لما اخسر الاقي جماهيري كده بتسقف لي، دي عندي بالدنيا بالدنيا عندي، انما جماهيرك يعني الشوط الاول مستغربه وعلى فكره كل تحيه جماهير النادي الاهلي النهارده اللي بتشجعك، جماهير النادي بتشجعك، انت خسران 2 وبتشجعك، الشوط الثاني بعد هدف بتشجعك لحد اخر ثانيه الجماهير بتشجعك. اه في لعيبه متضايقه وحماسيه جدا ومتعصبه جدا في الملعب، لكن لا لازم تعرفوا للمره المليون قيمه النادي الاهلي، قيمه انك تدي تيشيرت النادي الاهلي، تيشيرت النادي الاهلي ده غالي جدا، انت ما يعني الناس كده ما تعرفش قيمته، لما تقلع التيشيرت ده وتروح حته ثانيه تعرف قيمه انت كنت فين، تعرف قيمته كويس. لكن خلاص ارضى لك بطوله وراحت، مبروك لنادي الزمالك بطوله الكاس، وان شاء الله يبقى نفكر في في في, في البطوله الاهم المحببه لينا الدوري، لان كده الموسم لازم تنقذه ان شاء الله رب العالمين ببطوله الدوري. الموقف صعب وكده وخبطتين تقال جدا من بيراميدز ومن الزمالك ببطوله، محتاجه وقفه صح، محتاجه رجاله بقى، رجاله صح، رجاله تتلم ورجاله تقوم تاني ورجاله تلعب مباراه قادمه ان شاء الله يوم الاحد بشخصيه النادي الاهلي وتكسب وتبقى عينها على بطوله الدوري. ده ما يعني هو ده الكلام اللي عندي دلوقتي.